السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعين قناة العيد. في قناة العيد ستجدون كل شيء جديد. جئت إليكم، اسمي زهرة سامي، معلمة لغة عربية، أدرس الأدب، أدرس الأمثال، الفنون الأدبية، الأدب الجاهلي. سوف أقوم بإلقاء بعض الدروس الخفيفة عن المآثر، عن الأحاديث الشريفة وتفسيرها، كذلك الآيات القرآنية التي تدل على الإعجاز العلمي. سوف أقوم بوصف أشياء جميلة خفيفة تقربكم إلى الله، إن شاء الله بإذن الله يجعل ما بيني وبينكم طريق مفتوح بإذن الله، ونكون أقرب جميعا لله بهذه الدروس الخفيفة. ربنا يجعلني ضيفا إن شاء الله خفيف. أتمنى أن تتابعوني على قناة العيد، وإذا أعجبكم ما أطرحه من مواضيع لا تبخلوا علي بأن تبدوا إعجابكم به وأن تكتبوا بعض التعليقات عن ما تريدونه من مواضيع. شكراً.